صولات بالشعار هجن ام الزبار حاضره وبمتابعه المحنك عبد الله بن علي بن سلامه الهاجي نهنيهم على هذا الانتصار. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق حفلنا الكريم الشوط الرابع بتعداد أشواط ومنافسات وتحديات هذه الفترة المسائية لانطلاقة رئيسية مخصصة للإنتاج والمنتجين مع شعارات الشيوخ والسعادة الحاضرة والمنطلقة مع هذه الشعارات المتواجدة بألوانها الزاهية الباحثة عن تسجيل نقطة ثمينة في هذا السباق المحلي السادس الذي يضم بأقطاب هذه الأسماء الكبيرة المتواجدة والحاضرة والباحثة عن كلمة الناموس. نبدأ معكم وبحضراتكم معلقين واصفين للأسماء الخمسة الأولى المنطلقة الباحثة عن المركز الأول وحامل الرقم واحد من يتواجد منعش على المركز الأول. مع انطلاقة البداية حجني إنتاج أم الزبار تقدم لنا منعش وكذلك تقدم لنا مسير على المركز الأول من بدأ يسير مع البداية خاطفا الأضواء خاطفا مقدمة هذا الشوط. تعود ملكية مسير لحجني إنتاج أم الزبار. سعيد بن سالم النعيمي من يتابع مسير بعملية التضمير المركز الثاني. التقدم من حجام الحاضر حجام بنفس الشعار والملكية بمتابعة جابر بن علي النجم المري والمركز الثالث. تقدم منعش لهجني أم الزبار. مبارك بن صرير المري من يتابعه بعملية التضمير النقلة إلى المركز الرابع. لنتابع مشاهدينا الكرام التقدم من جسار لهجني أم الزبار. ناصر بن حمد الشهواني المرعب الصغير يا أخواني قادم أو هنالك غدوم دوجان لهجني أم الزبار بمتابعة حمد بن سالم بالزهرة من يقدم لنا بالزهرة تحدياتي وإثارة هذا الشعار. المركز الرابع خامسا التواجد من جسار لهجني أم الزبار برفقة المرعب الصغير بعملية التضمير. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى لنبدأ ونتحول إلى البداية إلى المقدمة إلى الصدارة. واصفين لكم النداء الثاني مع الأسماء الخمسة الأولى لنتابع على البداية هجام في هجوم نحو الصدارة والبداية في هجوم مع القيادة مع مركز القمم مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط لهجني أم الزبار. من تمتلك هجام وتمتلك هذه الندر الحاضرة المتواجدة المنطلقة المقدمة لنا العروض الجميلة مع منتصف المسافة هجام لهجني أم الزبار. جابر بن علي النجم المري هذا النجم الساطع دائما هذا الشاب يقدم لنا أسماء ساطعة حاضرة بالتحديات بالقوة والإبداعات ليبدأ بتقديم إحدى النوعيات النادرة مع هجام على المركز الأول. المركز الثاني التقدم من قبل مسير يبى يمر ويعبر مع الناموس وتحديات هذا الشعار. على المركز الثاني لهجني أم الزبار بمتابعة سعد بن سالم الهولي يا النعيمي يقدم لنا هذا الشعار بتحدياته. على المركز الثاني المركز الثالث وصول من دوجان يا أخوان يصل مشاهدينا الكرام وكذلك منعش والناموس منعش. الناموس غالي له لذة له مذاق له طعم رائع له طعم منعش دائما بهذه التحديات. والقادم جسار هجني أم الزبار ناصر بن حمد الشهواني من المركز الرابع مرورا عبورا نحو المركز الأول خاطفا الأضواء خاطفا الكادر الأعلى ليبدأ بالانطلاق مع البداية ومع المركز الأول. لكن شوف القادم شوف اللي وصل بهذه اللحظات زعفران هذا البطل القادم لأول ندى لهجني أم الزبار حمد بن سالم الزهري من يتابعه بعملية التضمير ومن يقدم لنا تحدي هذا الشعار مع المركز الثاني المركز الثالث.
يتواجد مسير مع افتتاحية مجريات الكيلومتر الأخير. هذا الكيلو الملتهب، الملتهب بالمنافسة، الملتهب بالتحديات، بالانطلاقات. بدأت ترتفع درجة حرارة هذا الشوط مع تحديات هادي، لنتابع الأمور ما زالت هادية حتى هذه اللحظات مع الزعفران. زعفران على المركز الأول مع البداية والقيادة لهجني أم الزبار. حمد بن سالم بن زاهرة من يتابع بعملية التضمير، من يقدم لنا تحديات البداية وتحديات المركز الأول. المركز الثاني جسار، جسار ولكن خلاص زعفران يسيطر، يسيطر حتى هذه اللحظات على أرضية هذا الميدان. والقادم الريل، الريل قادم بسرعة، الريل يصل على المركز الثاني ليبدأ بالتحليق لأول ندى لحجن أم الزبار. سعد بن سالم الحول النعيمي، النعيمي قادم ليقدم لنا ورقة ثانية رابعة حتى هذه اللحظات بهذه التحديات. الريل، الريل، الله يا زعفران، الريل وزعفران، ولكن الريل بسرعة الريل يصل خاطفا مواصلا هذا الانطلاق الجميل مع المركز الأول الثاني. والتبريكات لهجني أم الزبار، والتحنية لمضمر الريل سعد بن سالم الحول النعيمي من تابع هذا الشعار وقدم للريل خاطفا ناموس هذا الشوط. المركز الثاني وصل الزعفران لهجني أم الزبار. المركز الثالث كان الوصول من قبل الفارس أو جسار لهجني أم الزبار. رابعا وصل شعار هجني غرافة مع الحاصل. خامسا هجني أم الزبار برفقة مسير. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، تابعنا معكم المنافسة التي حضرت في هذا الشوط والانطلاق الجميل مع هذه الأسماء المتواجدة الحاضرة بتحديات شوطنا الرابع، الشوط الرئيسي للإنتاج. هذه لحظة وصول الريل، 6 دقائق 3 ثواني، 66 جزء من الثانية أو 68 جزء من الثانية بالفعل. التهاني والتبريكات لهجني أم الزبار، والتهاني لسعد بن سالم الهولي النعيم على هذا الفوز المستحق. ثانيا وصل زعفران، 6 دقائق 5 ثواني، 10 أجزاء من الثانية. التهاني والتبريكات لهجني أم الزبار، والتهاني لحمد بن سالم بن زاهر المري. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل جسار. توقيته الزمني لحظة الوصول 6 دقائق 11 ثانية، 42 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لهجني أم الزبار، والتهاني ناصر بن حمد الشهواني على